تخيل معايا شركة دعت أنها اخترعت كرة البينج بونغ اللي كتقدر تريب الحيط بسهولة، الشي اللي غادي يدير ثروة في المجال البني واللي غادي يرجع الخدمة البنية سهلة، والأهم أنها غادي تولي خالية من المخاطر. في آخر المطاف القطاع البني رابح، وبطبيعة الحال الشركة مولة الاختراع رابحة. انت كمستثمر قبل ما تحط فلوسك في هاد الشركة مشيتي قلبتي عليهم شوية في سيت انترنت ديالهم ولقيتي الفيديو اللي كيبين الاختراع اللي كيقولوا. المشكل وانت كتفرج في هاد الفيديو كيبان لك ان العلماء الشركة كيحطوا الكرة البينج بونغ وفوسط واحد السطل صغير اللي فيه الحجر والحديد، وعاد كيضربوا على الحيط الصغير اللي من بعد كيبان كيريب. وانت ما متيقش راسك كتقرر تعيط للشركة باش تسولهم على كيفاش عرفوا ان بسبب الكرة تريب الحيط وماشي بسبب الحجر ولا الحديد اللي معاها في السطل اولا الحيط اللي ممكن يكون راشي. الجواب الشركة على هاد التساؤلات المنطقية هو فيديو توضيحي اخر، لكن هاد المرة ماشي حقيقي ولكن محاكي للواقع بالدارجة. فيديو مصيب بالبيسي فيه هاد المرة كرة البينج بونغ بوحدها كتضرب حيط اللي من بعد كيطيح، وباش ما تبقاش تصدع الشركة اللي محتاجة فلوسك باش تبدأ الانتاج لهاد الكرات وتبدأ تبيعهم في السوق. في البداية ديال الفيديو كاتبين ان الكرة والحيط اللي في الفيديو عندهم نفس الخصائص للكرة البينج بونغ والحيط الحقيقيين. انت كمستثمر عارف ان اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة، وخصوصا في العصر فوتوشوب والمونتاج سهل ان الشركة تبين لك شنو بغات في الفيديو وبالنتائج اللي كيرديوها. في اخر المطاف هي كتجمع الفلوس للمستثمرين، وعلى قبلهم ممكن تمشي لابعد نقطة ولعل في شركة نيكلا عبرة، الشركة اللي باش تجمع فلوس للمستثمرين كونها انها غادي تصيب رموكات وطنوبيلات اللي كيمشيو بالضو واللي القوة ديالهم كتر من المنافسين اللي في السوق. في 2018 غادي تحط فيديو اللي كيطرح فيه واحد من الرموكات ديالها غادي في الطريق. اكتوبر 2020 يعني في ظرف عامين راس المال ديال الشركه غادي يوصل ل 15 مليار دولار اللي من بعد غادي يبدا ينهار بسبب بزاف المشاكل. ابرزها هو الفيديو ديال 2018 اللي تكتشف انه مفبرك، يعني الرموك ما كانش دافع راسه بقوه كهربائيه ولكن الشركه جراته فوق واحد العقبه ومن بعد طلقوه وخلاو السحر ديال المونتاج يدير خدمته. انت كمستثمر شركة البينج بونغ ما غاديش تضحك عليك بالفيديو ديالها، انت كتآمن بمدرسة الواقع لان التجارب علماتك. الشركة حسات ان الفيديو ما قنعكش، هاد المرة غادي يصيفطوا لك مقالات علمية بكبار العلماء اللي عندهم وزن في الدومين ديال ترياب الحيوط واللي كيأكدوا فيه على خصائص هاد الكرة الجديدة اللي اخترعت الشركة. العلماء كينصحوا ان مازال ناقص دراسات اخرى ولكن كيعتقدوا ان العصر ديال الكره الجديده غادي نسينا في ترياب الحيوط بالطريقه التقليديه. قبل هاد الكرات كان عهد وبعد هاد الكرات عهد جديد. شنو علاقه الكره البينج بونغ وترياب الحيوط بكورونا وكل ما يسبح في الفلك ديالها؟ هادشي اللي غادي نشوفه في الحلقه الماجيه. كورونا الوسط ماشي الفيروس. Les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu à des malades dont ils savent moins pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. Voltaire. الأطباء كيعطيو دويات اللي عارفين عليهم شوية المرضى اللي قليل شنو عارفين عليهم باش يداويو من أمراض اللي ما عارفين عليهم والو. المثال كرة البينج بونغ اللي الشركة كتدعي أنها كتريب الحيط كينطبق على فيروس كورونا، لكن قبل ما غادي نبينو التشابه الصارخ اللي بيناتهم في الأول غادي نعرفو بعض المفاهيم الأساسية ونرجعو للتاريخ شوية اللور باش نفهموا السياق شنو كنعيشوا دابا. حسب التعريف دكتور توماس كاون كاينين اربع طرق او الميكانيزمات اللي كيخليو بنادم يمرض. اولا هو فين كيتجرح او اللي كيتهرس. ثانيا المجاعه واللي كتخلي الجسم يبدا يفقد الفيتامينات والمعادن الى اخره اللي كيصيب بهم الجسم الانسجه وكيخلي وظائف الجسم في العموم تخدم. بيري سكوفي او بيلاغرا هما اشهر هاد الامراض اللي جات بسبب نقصان حاد في فيتامينات اللي مهمه في الجسم بحال فيتامين بي و سي. ثالثا التسمم
وهنا ما كيعنيش انك كتاكل السم، ولكن الماكله اللي في الحقيقه ماشي ماكله، بحال السكر، زيت القليان، والخضر والفواكه اللي مرشوشه بالدويات، الماء اللي فيه المعادن الثقيله بحال الالومنيوم، زائد تعرض المستمر للانسان لحقول كهرومغناطيسيه بحال خيوط الريزو، الواي فاي، تليفون، ميكرووند، بي سي وغيرهم. رابعا التسمم العاطفي او الفكري بحال طريقه تفكير الشخص، واش ديما عايش في ستريس ومخلوع والعكس. ما كنظنش ان شي واحد غادي يعترض على فكره اننا كنعيشوا الحالات بربعه وبشكل يومي، خصوصا في العصر الحالي. السؤال اللي كيتطرح، واش الى الانسان تفادى هاد ربعه الحوايج ممكن ما يمرضش؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نرجعوا لعام 1850، العام اللي بسببه حاليا كنسمعوا في كاع البلايص انك خصك تعقم ايديك كل مره قصتي شي حاجه، تفادى ما امكن الناس، وتبقى تبدل الكمامه كل اربعه السوايع باش ما تمرضش. فهاد العام غادي يطرى نقاش بين جوج العلماء الفرنسيين للبيولوجيا، لوي باستور اللي غني عن التعريف، وانطوان بوشون او لا بيشون على حسب كل كتاب، اللي ما تشهرش والسبب غادي نعرفوه من بعد. العلماء بجوج كانت عندهم نظرية على المرض من وجهة نظر بكتيريولوجية. المشكل ان كل واحد اختلف على الاصل هاد البكتيريا والشكل ديالها. بالدارجة بجوج شاكين ان المريض كيمرض بسبب ميكروب اللي في هاد الحالة بكتيريا، ولكن بقى الاختلاف على كيفاش القضية كطرى والشكل او الطابع هاد البكتيريا. باستور كانت عنده نظرية المرض اللي كتسمى بجام ثيوري، واللي كتقول ان اصل المرض هو ميكروبات اللي كتكون خارج جسم الانسان. هاد الميكروبات عندها شكل ولون واحد، يعني مونوموفيك، وكل ميكروب كيسبب مرض معين. حسب باستور الحل الوحيد باش يتشافى المريض هو انك خصك تقتل المعتدي اللي جاي من برا، يعني الميكروب. باستور كان كيعتقد ان الجسم اللي ما مريضش كيكون معقم من الجراثيم، بالنسبه ليه ما كاينش بكتيريا نافعه في الجسم. نظريه بيشون كتسمى بسليلا ثيوري، واللي كتقول ان المرض كيجي بسبب ميكروبات على مستوى خلايا الجسم، يعني من الداخل الجسم. هاد الميكروبات وهي كتكبر كتعرف طفرات وكتبدل في الشكل ديالها، يعني بليوموفيك. بيشون كيزيد يشرح ان في جسم الانسان اللي هو في نفس الوقت الوسط اللي كيعيش فيه الميكروب كيطرى فيه مشكل وكيفقد التوازن الطبيعي ديالو، يعني هوميوستاسيس. فهاد الحاله الميكروبات اللي كانوا كيساعدوا الجسم في الهضم ديال الماكله وفي الوظائف الاخرى كيطرى فيهم طفره وكيوليو مسببين للامراض، يعني باثوجينيك. باختصار بيشون بغى يقول لنا ان الميكروب ابن بيئته. نظريه بيشون كتقول ان سبب المرض ماشي هو الميكروب اللي كاين في الجسم، ولكن حالات الجسم الجديده اللي الميكروب ولا عايش فيها. المثير في الامر انه كان كيعتقد ان البكتيريا، ميكروبات، الفيروسات والفطريات اللي باستور في النظريه ديالو كيقول هما سبب المرض، بوشون كان كيعتقد ان الظهور ديالهم عند المريض هو باش يعاونوا الجسم ينقي راسو ويحلل الانسجه المريضه. بحال فين كتشوف عمال النظافه كينقيو في الدنيا، ما غاديش تقول ان غير حيت شفتيهم حدا الزبل هما اللي داروه، بالعكس هما اللي كيحاولوا يحيدوه. في اوج هذا النقاش العلمي على ان النظريه اللي صحيحه، غادي يبان كلود بيرناغ عالم فرنسي اخر اللي جاب نظريه ان الجرثوم هو لا شيء، الوسط هو كل شيء، يعني الوسط هو العامل المحدد في ظهور المرض. جزئيا نظريته كتفق مع ديال بيشون. الاختلاف اللي بقى معاه هو ان الطفرات اللي كتطرى على دوك الميكروبات في فتره الحياه ديالها حتى هي كتختلف حسب الوسط اللي كتعيش فيه. بيرناغ كيعتقد ان المرض سببه الحاله الوسط، يعني جسم الانسان وماشي البكتيريا. دكتور أليكسي كاريل، جراح وعالم بيولوجيا فرنسي، جائزه نوبل في الطب في 1912، كيقول ان الخليه خالده، يعني ما كتموتش، لكن فقط المحلول اللي كتعيش فيه هو اللي كيفسد. هادشي كيعني الا بدلنا المحلول وعطينا للخليه الماكله اللي كتحتاج، نبض الحياه غادي يبقى فيها الى الابد. بحال واحد الحوته مريضه، بيشون، بيرناغ وكاريل غادي يقول لك بدل الماء اللي عايشه فيه، اما باستور غادي يقول لك خص الحوته دير الفاكسان. بيشون وبيرناغ كان عندهم غير العلم والنظريات ديالهم، اما باستور فكان عنده حتى الفلوس والنفوذ، لدرجه ان الجينيكولوج الفرنسي اوغوست لوتو في 1887 قال ان في فرنسا عندك الحق تكون ضد الدوله شيوعي او حتى عدامي، ولكن ما عندكش الحق تكون ضد باستور. باستور صاحب الملوك والامراء كان مهووس بالشهره، وبسببها ممكن يدير اي حاجه. الشهرة ديالو غادي تخلي المجتمع العلمي يتبنى النظرية ديالو، رغم ان باستور كان مانع شي حد انه يقرا التجارب اللي كيدير والطرق اللي كيستعمل.
باستور وهو فرش الموت قال لو ميكرو بنيريان لو تيران ايتو. باستور اخيرا اعترف ان نظريته خاطئه وان بيرنار كان عنده الصح، الوسط هو كل شيء. رغم هذا الاعتراف فربقى ناقص، اولا لان بيشون هو عنده الصح، لكن المنافسه اللي بيناتهم خلات باستور يعترف لاي واحد الا بيشون اللي كان المنافس الاول لنظريته. جوج هذا الاعتراف جمع الطل، لان باستور والنظريه ديالو غادي تولي هي اساس الطب المعاصر، يعني الوباثيك ميديسين، اللي كيامن بفكره ان السبب للمرض ماشي الانسان ولكن كائن خارجي اللي كيخترقه وكيسبب هذا المرض. نظريه باستور هي كذلك اللي غادي تعطي قيمه اكثر لتقنيه التلقيح اللي بدات في 1796 من طرف العالم ادوارد جانا. للاشاره، البكتيريا هي كائن حي وحيد الخليه، يعني عندها واحد الغشاء اللي فيه كاع المستلزمات اللي بها البكتيريا ممكن تعيش وتكاثر بشكل مستقل. اما الفيروس فهو صغر تقريبا 1000 مره من هذه البكتيريا، كائن اللي ميت واللي ممكن يعيش فين كيخترق خلايا الجسم مثلا، وبالضبط المعمل ديالها اللي فيه كيخترقوا، والعوض ما يبدا يصيب الخلايا كيبدا يصيب الفيروس، شي اللي كيخليه يتكاثر نظريا على الاقل، لان هادشي حسب التعريف الطب اللي كان سبابه نظريه باستور. في اواخر القرن 17 غادي يبان واحد من المؤسسين لعلم البكتيريا المعاصره، هاينريش هيرمان روبرت كوخ، واللي غادي يخترع ويطور بزاف الادوات المخبريه بحال تقنيه عزل البكتيريا والتصوير ديالها. لكن اهم حاجه جابها روبرت كوخ هي قوانين كوخ او كوكس بوستولتس، واللي ممكن تبين بهم واش كاين علاقه سببيه بين بكتيريا والمرض. باش تثبت ان بكتيريا كتسبب في مرض اكس خاصك تحقق ربعه القوانين للعالم الالماني. اولا هاد الكائنات الدقيقه خصهم يكونوا بزاف في جميع الاعضاء اللي كتعاني من المرض، هادشي كيعني ايضا انها ما خصش تكون في الاعضاء اللي ما مريضاش. ثانيا هاد الكائن خاصك تعزلو من العضو اللي مريض وتكبرو في وسط اللي نقي، يعني بيو كولتشر، واللي كتعني انه خصو يكون فيه غير هو بوحدو. ثالثا هاد الكائن اللي دابا كبر في هاد الوسط الجديد خاص يسبب في المرض الجسم سليم اللي حطيناه فيه. رابعا غادي نعاودو نعزلو هاد الكائن من الجسم اللي مريض، وخاص يكون مطابق للكائن اللي تربى في الوسط الاول، يعني الوسط نقي. الا واحد البكتيريا قدرت تحقق هاد القوانين بربعة، ديك الساعة راك تبتي علاقة سببية بين المرض وديك البكتيريا اللي لقيتي. وقف دابا وصور راسك واش هاد القوانين كيبانو ليك منطقيين، باش نعرفو واش كاين علاقة سببية بين كائن صغير وشي مرض. هاد القوانين اعتبرهم المجتمع العلمي للأوبئة والبكتيريا انهم مبقاو صالحين وفات عليهم الحال، فقط لان تا واحد مقدر يحققهم. قوانين روبرت كوخ داروا على البكتيريا وماشي الفيروسات. في 1937 توماس ريفرز عالم البكتيريا والفيروسات الامريكي غادي يعدل من هاد القوانين دو روبرت كوخ باش يستعملهم على الفيروسات، ويحاول يثبت ان كاين علاقة سببية هاد المرة بين فيروس ومرض. قوانين ريفرز هما 6. اولا ممكن الفيروس انه يتعزل من الوسط المريض. ثانيا ممكن لهاد الفيروس انه يكبر في خلايا مستقبلة اخرين. ثالثا دليل على التصفية، يعني الفيروس ممكن اننا نصفيه عن طريق اداة مختصة اللي فيها تا بكتيريا. رابعا الفيروس اللي صفينا كيدير المرض نفسه فين كندخلوه لشي حيوان تجارب. خمسة ممكن الفيروس اننا نعاودو نعزلوه من حيوان تجارب اللي مريض. ستة واخيرا كاين استجابة مناعتية محددة ضد هذا الفيروس. الى هاد القوانين تحققوا ستة بهم فراك تبتي ان فيروس اكس كيتسبب في مرض اكس. من عهد باستور لدابا تحد بما فيهم روبرت كوخ وباستور مقدر يبرهن التجربة انتقال المرض بسبب بكتيريا او فيروس اللي عايش في وسط نقي. بالنسبة لروبرت كوخ فرا مقدرش يبين ان بكتيريا كتسبب في داء الكوليرا، اما باستور فتا هو مقدرش يبين بالتجربة الفيروس اللي كيعتقد انه هو سبب في داء الكلب او ريبيز. ما تنساوش ان الطب المعاصر كيعتبر هاد الامراض على انها معدية. في 1882 روبرت كوخ غادي يحط مقال علمي اللي كيقول فيه انه قدر يعزل بكتيريا اللي كتسبب في مرض السل او تيباكيلوسيس، واللي كتسمى بسيليس، وانها دازت من القوانين الاربعة اللي هو اخترع، يعني قدر يعزل البكتيريا من جسم المريض اللي كبرها من بعد في وسط نقي، ومن بعد نقلها الحيوان اللي ممريضش واللي من بعد بانوا عليه اعراض المرض، واللي في الاخير غادي يعاود يعزل منه هاد البكتيريا.
في 1905 روبرت كوخ غادي ياخذ جائزة نوبل لأنه بسبب التجربة اللي دار قدر أنه يثبت أن مرض السل هو مرض اللي معدي. باش يقدر يعزل هذا الكائن الصغير من الأنسجة اللي مريضة، روبرت كوخ كان خصو أولا يسخن وينشف هذه الأنسجة بالألكول، ومن بعد يزيد عليها واحد النوع الصباغة اللي كيتسمى ميثيلين بلو. هذه الطريقة كتسمى بستينين، واللي كتخلي العلماء يشوفوا الكائنات الصغيرة بشكل أوضح ويعرفوا حتى الشكل ديالها. روبرت كوخ غادي يزيد مركب آخر اللي كيتسمى بوتاسيوم هيدروكسايد، واللي معروف اختصارا بلاي، يعني باش روبرت كوخ يقدر يعزل البكتيريا اللي كيظن أنها كتسبب المرض زاد عليها جوج أنواع السموم واللي غادي يحقنهم في الحيوان اللي غادي يمرض من بعد. السؤال اللي غادي يرجعنا للمثال البينج بونغ هو نفسه، واش البكتيريا باسيليس هي اللي خلت الحيوان يمرض أو السموم اللي روبرت كوخ زاد باش يلقى ديك البكتيريا؟ زائد أن الناس اللي تيست بين أن عندهم داء السل فقط واحد من أصل 10 اللي كيبان فيه المرض، يعني القانون الأول روبرت كوخ ما تحققش في هذه الحالة. طبيب السنان ويستن برايس كان واحد من الناس اللي بحثوا على صحة هذه النظرية. بين 1930 و 1940 غادي يسافر العالم باش يدرس الحالة الصحية للناس البدائيين. في البحث ديالو غادي يلقى أن هاد الناس الوجه ديالهم عريض، سنان ديالهم قادين طبيعيا وما فيهمش سوسة، زائد ما كينش المرض في وسط هاد الناس. لكن مجرد ما هاد القبائل بدلوا الماكلة ديالهم بالماكلة ديال الناس المعاصرين ولاو عرضة أكثر للأمراض وخصوصا مرض السل. فيليم أينتهوفن مخترع EKG، واحد لاباراي اللي كتستعمل وكتهتم بدراسة القلب والأمراض اللي متعلقة به، فين تبرعات مدرسة هارفارد للطب الجامعة الأم قالوا لهم أن ما عندناش لاش غادي نستعملوه لأن أمراض القلب تقريبا ما كانوش في ميريكان. إلا جينا نشوفوا الميريكانيين شنو كانوا كياكلوا في 1920، غالبا البيض، الزبدة، ولاد اللي هي الشحمد الخنزير. في 1940 أمراض اللي عندها علاقة بالقلب غادي تولي هي السبب الأول للوفيات في ميريكان. شنو اللي خلى في ظرف 20 عام يحول المرض اللي تحد ما كان كيعرفو للسبب الأول للوفيات في البلاد؟ دكتور توماس كاون كيشرح أن التغيير ديال الماكلة، استعمال المبيدات في الفلاحة والظهور الراديو والتلفازة هما من بين أهم الأسباب. بوليو أو داء شلل الأطفال. في 1950 دكتور مورتن بيسكايند غادي يشهد قدام الكونغرس الأمريكي أن بوليو فيروس أو داء شلل الأطفال ماشي سببه فيروس ولكن بسبب تسمم الجهاز العصبي، واللي كيسبو واحد المكون اللي سميتو دايكلورو دايفينيل ترايكلورو إيثين، واللي معروف اختصارا DDT. هذا المكون كان الناس في ذاك الوقت كيستعملوه كمضاد للحشرات، كانوا كيرشوه في الحليب في وسط الدار وتا على الدراري الصغار في البحر، وكان كيتستعمل ايضا في الفلاحة. المخترع ديالو باول هيرمان مولا كان كيعتقد ان DDT كيقضي به على المفصليات او الحشرات، وبهذا الاختراع غادي ياخذ عليه جائزة نوبل في الطب في 1948. غادي يجي من بعد المحقق جيم ويست اللي غادي يبحث في الموضوع واللي غادي يبين ان كاين علاقة سببية بين داء شلل الاطفال والاستعمال لهاد المبيدات واللي بينها DDT على مدة 30 عام، يعني زاد اكد نظرية بيسكايند لكن تا واحد من الحكومة متسوق ليه. اما المجتمع العلمي فربقى عايش في الوهم بنظرية باستور. اللي غادي ياخذ الفضل على انه حل مشكل شلل الاطفال ولو جزئيا هو التلقيح اللي الدوله دارته بمجرد ان وقفت الاستعمال DDT، رغم ان السبب الحقيقي للمرض وضحوا بيسكايند وبينوا جيم ويست بالادله. بوليو او شلل الاطفال باقي كاين في ميريكان وفي العالم لحد الان رغم التلقيح اللي دار على ودو، لكن هاد المره عطاو اسم جديد اكيوت فلاسيد باراليسيس او اختصارا AFP. ميزولز بوحمرون. بوحمرون او ميزولز كان كيتعتقد انه من بين الاسباب للموت السكان الاصليين دميريكان. التذكير العلماء كيعرفوا ان بوحمرون هو مرض معدي اللي كيجي بسبب فيروس، واللي شركه الدواء باعوا بالفضل ديالو التلقيح ديالو من مده 40 عام. ما مقتنعش بهذا التلقيح، عالم الفيروسات الالماني شتيفان لانكا غادي يقرر يعطي 100,000 يورو لاي واحد ممكن يعطيه دليل على تواجد فيروس بوحمرون. ديفيد بادنز كان واحد من 6 الخبراء اللي قبلوا بالتحدي وقدموا للانكا 6 دراسات على وجود الفيروس. شتيفان غادي يطعن في هاد الدراسات لانها ما كتستوفيش القوانين كامله اللي بها كتثبت على وجود فيروس. بادنز غادي يدعيه والمحكمه حكمت لصالح ديالو وان شتيفان خصو يخلصو.
هاد الاخير غادي يستانف الحكم واللي غادي يديه المحكمة العليا ألمانيا، واللي فيها لانكا غادي تبت ان الدراسات اللي دار ديفيد بادنز وغيره ما هياش، لانه معتبروا مكونات اللي عادية في الخلية على انها الفيروس اللي كيتسبب في بوحمرون. 16 فبراير 2016 المحكمة العليا ألمانيا كتحكم لصالح شتيفان اللي غيطرح تساؤل الى علميا تبت ان فيروس بوحمرون ما كاينش، اذا شنو داكشي اللي شركة الدويات كانت كتلقحوا للمجتمع الالماني هذه 40 عام؟ acquired immune deficiency syndrome، داء فقدان المناعة المكتسبة، السيدة. بين 1981 و2006 استثمرت تقريبا 2 مليار دولار في البحث العلمي على داء فقدان المناعة المكتسبة او الايدز بالدارجة السيدة. مني كتسمع البحث العلمي عارف راه غالبا كيعنيو بان العلماء كيامنوا ان كاين فيروس خارجي فهاد الحاله HIV اللي كيدخل للجسم ومن بعد الانسان او الحيوان كيولي مريض. في الحاله ديالنا مريض بالسيده، يعني مخلفات تفكير باستور. تعريف اللي المجتمع العلمي كيعطيه للسيده هو مرض اللي كيسبو HIV، واحد الفيروس اللي ما كينتشرش في الهواء بحال البرد، ولكن كيتنقل عن طريق الدم والعلاقات الجنسية الغير محمية. النظرية اللي كيقولك هي سبب انتقال هذا المرض هو انه انتقل من القرودة للإنسان في الوسط الغربي لإفريقيا في بداية منتصف القرن العشرين. المعارضين لهذه النظرية كيقولك ان جزء كبير من مرض السيدة اصلا ماشي جديد، بالعكس هو نفس المرض اللي كيطرى للناس اللي كيديروا زراعة عضو جديد بحال القلب او الكلاوي، واللي كيعطوهم دويات كتقمع مناعة الجسم باش ما يحاربش هذا العضو اللي ما كينتميش للجسم المستفيد. زائد ان السيدة ماشي مرض محدد، هو فقط كيعني ان الحالة اللي فيها مناعة الجسم كتنهار، وديك الساعة ممكن لأي مرض يجيك، وهذه القضية معروفة من 1970. الجزء الجديد في السيدة هو نوع السرطانات اللي كيتسمى بكابوسي ساكوما، واللي تكتشف ان اغلبية الناس اللي مراد به هما المثليين من الرجال. في 1975 غادي يبان واحد البرودوي سميتو بوبز، هو اصلا غاز ولكن كيتباع على شكل سائل اللي كيدار في المخرج الشخص، واللي كيخلي العضلات اللي تما يترخاو باش العلاقه الجنسيه بين الرجال المثليين تكون سهله وما كتضرش. هادشي كيعني ان هاد البرودوي هو كيقمع وظائف الطبيعيه ديال المناعه. بين 1980 و 1990 غادي تشهر هاد البرودوي بزاف. اول حاله سيده تسجلات في امريكان كانت في 1981، من بعد الرقم غادي يرتفع في الثمانينات واللي غادي يرجع ينخفض في اواخر التسعينات بمجرد ما المجتمع المثلي وقف على استعمال هاد السائل. المرض حتى هو حبس. بعد 40 عام ديال البحث لحد الان ما كاينش شي واحد اللي يقدر يعزل الفيروس اللي المجتمع العلمي كيقول هو السبب في مرض السيده، رغم ان كاين جوائز ماليه في هذا الخصوص. اكبر دراسه دارت على مرض السيده كتبين ان الفيروس السيدة ما كينتقلش عن طريق العلاقات الجنسية. سؤال اللي كيتطرح، شنو التفسير دهدوك الناس اللي خرج لهم تيست السيدة كورونا وغيره من الفيروسات بوزيتيف او ايجابي؟ تحاليل كورونا، لا في الحالة السيدة لا في الحالة كورونا ولا في الحالة الاغلب ديال الفيروسات كاينين جوج تاع لي تيست اللي كيداروا. في كورونا مثلا كاين PCR واللي هو تيست النيف او الحلق، وكاين تيست الدم. تحليل هاد البي سي ار او بوليميريز تشين رياكشن تيست عنده جوج المشاكل كبار. اولا هاد التيست كيتسمى بسورغيت تيست، واللي هو بالاساس تيست اللي ما كيقلبش على الفيروس ولكن كيقلب على مكونات اخرين اللي ممكن يكونوا نتيجه تواجد الفيروس. في الحاله ديالنا هاد التحليله ما كيلقاش فيروس كورونا، ولكن كيقلب على جسيمات دقيقه اللي ممكن تكون في جسم الانسان حيت الفيروس كورونا كاين. يعني العلماء كيحطوا علاقه سببيه بين هذه الجسيمات الصغيره الفيروس والمرض. كيف سبق لنا ذكرنا باش تثبت هذه العلاقه السببيه خاصك تستوفي 6 شروط او القوانين دريفرز، لحد الان حتى واحد ما تبتهم الا في الحاله كورونا، سيدا، بوحمرون، الملاريا، الطاعون، واللي استمازال طويله. سورغيت تيست هو ايضا تحليله اللي من المفروض انها تعوض واحد اخر لاكثر دقه في المجال البيولوجيا كيسميه بجولد ستاندرد. بالدارجة سورغيت تيست هو تيست من الدرجة الثانية وجولد ستاندرد من الدرجة الأولى. غالبا العلماء كيستعملوا سورغيت تيست لأنه سهل رخيص
وما كيشكلش خطر على صحة الإنسان. ولكن قبل ما تقرر تستعمله هو في بلاصة التيست اللي أكثر دقة منه، خاصك تقارن هامش الخطأ ده التيست في الحالة ديالنا اللي هو البي سي آر مع التيست اللي أكثر منه دقة، الشيء اللي منطقي. باش نفهمو أكثر هاد العملية أجي نشوفو واحد المثال. pulmonary embolism هي الحالة فين كيتكب الدم اللي غادي للرئة، المريض كيبدأ يضر الصدر ديالو وكيبدأ يتخنق باش الطبيب يعرف أن هاد المريض اللي عنده هاد الأعراض هاد المرض وماشي سكتة قلبية أو التهاب رئوي، اللي مشاركين بزاف الأعراض مع هاد المرض اللي كنقلبوا عليه، كيدير angiogram هو تيست اللي كيلقى المرض بدقة 100%. العملية هي أنهم كيخشيو واحد تيو في العروق الدرية اللي كيكون فيه المعادن ثقيلة باش يبانوا في الراديو. إلى الدم المكبد كين غادي يبان في هذاك الراديو، يعني تأكدنا من المرض اللي كنا شاكين فيه. هذا هو التيست من الدرجة الأولى كيقول لك المرض كين أو لا. المشكل أنه غالي صعيب وممكن يشكل خطر على صحة الإنسان إلى ما تدرش مزيان، ولكن هامش الخطأ فيه تقريبا ما كينش. العلماء بدأوا كيقلبوا على شي تيست اللي بديل ليه ويكون سهل ورخيص. فيكيو سكان هو التيست اللي لقاو، هذا بحال الا بغيتي تقول بي سي ار سيدا او كورونا. هاد التيست ما كيقلبش على واش الدم متكبد في العروق الدريه، ولكن كيقارن المجرد الدم مني كيدخل للريه ومني كيخرج، وكيقارن معاه المجرد الهواء اللي تا هو كيدخل وكيخرج من الريه. الا ما بانش اختلاف في المجريين بجوج فرا غالبا المرض ما كاينش، اما الا كان اختلاف بيناتهم فرا ممكن، وسطر على كلمه ممكن مزيان، فرا ممكن يكون تكبد الدم. كيف سبق لينا شرحنا، فيكيو سكان او لا بي سي ا ما كيقولش ليك واش كاين الدم متكبد، ولكن الا كان اختلاف في طريق المجرى الهواء مع الدم كيقول ليك ممكن يكون. هذه النقطه مهمه وديرها في بالك مزيان. دابا العلماء باش يتخلاو على هاد التيست اللي نسبه النجاح ديالو 100% انه يلقى لك واش الدم متكبد في الريه او لا ويعوضوه بالفيكيو سكان، خاص من الضروري انهم يقارنوا بيناتهم، الشيء اللي منطقي. مثلا يجيبوا 1000 مريض اللي عندهم نفس الاعراض المرض pulmonary امبلي ويديروا لهم angiogram يعني التيست الدرجه الاولى، فرضا ان النتائج عطات ان التيست لقى 500 مرض بهذا المرض، ونعاودوا نديروا لهم التيست هذه المره بفيكيو سكان يعني التيست اللي رخيص وسهل، تيست الدرجه الثانيه، ونقارنوا النتائج. في دوك 500 الناس اللي احنا متاكدين انهم مرض، هذا الفيكيو سكان لقى لنا 400. ديك الساعة غادي نقولوا أن هامش الخطأ ده التيست هي 10%، يعني 100 شخص اللي احنا عارفين أن عندهم الدم متكبد في العروق الدرية هاد التيست اعتبرهم ما مرضش. هاد القضية كتسمى بفوس نيجاتيف أو الخطأ السلبي، وبنفس الطريقة ممكن نقلبوا على فوس بوزيتيف أو الخطأ الإيجابي، يعني الناس اللي ما مرضش ولكن هاد الفيكيو سكان خرج لنا أنهم مرض. في الحالة إلى جا واحد السيد اللي عنده الأمراض المرض والتيست خرج ليه سلبي يعني ما مريتش به، ديك الساعة إلى بغى يحيد شك منطقيا ما غاديش يعود نفس التيست كيف ما كيدار في الحالة كورونا، ولكن غادي يمشي يدير التيست الأول اللي عنده دقة 100%. في الحالة كورونا عندنا بي سي ا أو البي سي ار اللي هو تيست من الدرجة الثانية، وما عندناش تيست اللي من الدرجة الأولى، يعني ان جميع النتائج البي سي ار ما عندهم حتى قيمه، لان اولا ما كيقلبوش على الفيروس، وثانيا ما عارفين شحال هامش الخطا ديالهم. نجيو دابا للتيست الثاني ديال الدم اللي كيدار الكورونا واللي كيتسمى بلاد تيست او انتيبودي تيست، هو واحد تيست او تحليله اللي كيقلب على مضادات الاجسام في الدم ديال المريض. انتيبوديز او مضادات الاجسام هو واحد البروتين في الدم اللي كيصيبوا الجسم في المناعه ديالو كتلقى مواد اللي غريبه عليها واللي به كتحاول تقضي عليهم. هاد المواد اللي بسببه كيتصيبوا هاد المضادات الاجسام ممكن تكون بسبب فيروس بكتيريا او اي حاجه غريبه على الجسم. كيف كتلاحظوا ان هاد التيست الدم حتى هو سورغيت تيست، يعني تيست اللي ما كيقلبش على الفيروس كورونا ولكن مضادات الاجسام اللي كاينه في الدم واللي الوجود ديالها ما كيكونش بسبب فيروس بوحدو ولكن عوامل اخرين. يعني مادام العلماء معزوش فيروس كورونا ودرسوا مناش كيتكون وطبقوا عليه القوانين دريفرز باش يثبتوا انه السبب الرئيسي لكورونا، فرا لا التيست البي سي ار لا الدم ممكن يثبتوا وجود الفيروس. أسوأ من هذا، حنا ما عندناش تيست اللي الدقه ديالو 100% اللي ممكن نقارنوا النتائج ديالو مع هاد الانواع اللي كتعتبر تيست او تحاليل من الدرجه الثانيه.
جون ماغافولي رئيس تنزانيا وكيميائي بالتدريب غادي يثبت لنا صحة هذا الكلام. جون غادي يصيفط عينات لمنظمة الصحة العالمية هو باش يقلبوا واش فيهم كورونا. الشيء اللي ما قالش جون لمنظمة الصحة العالمية ان هاد العينات ماشي د اشخاص ولكن د حوالة فواكه زيت طنوبيلات وحويج اخرين، ولكن اعطاهم سميات د بنادم من مختلف الاعمار. النتائج كانت ان عينات د فرخ معزة وواحد الفاكهة جات ايجابية، باقي العينات يا اما ما واضحينش يا اما سلبيين. كاري ميليس مخترع بي سي ار تيست براسو كيقول ان الاختراع ديالو ما يمكنش تثبت به علاقه سببيه بين فيروس والمرض، وما يمكنش تشخص به مرض. لحد الان حتى واحد ما قدر يعزل ولا ينقي فيروس كورونا ولا باقي الفيروسات اللي بانت هذه عقود قبل، ويبين انها سبب رئيسي في الامراض المعديه. السؤال واش كاين فيروس من الاصل، وإلا كان واش هاد الفيروس دار بالنسبة للإنسان أو العكس. نرجعوا لعالم د الفيروسات الألماني شتيفان لانكا اللي غادي يلاحظ باستعمال مجهر د الإلكترونات أنه كاين جسيمات دقيقة في واحد النوع الطحالب البحر اللي كيتسمى بألجي. باش يعرف شنو هما غادي يطحن الطحالب د البحر، غادي يصفيهم بأدوات خاصة اللي كتصفي الأجسام اللي قد أو صغر من حجم الفيروسات. من بعد غادي يدورها بأداة خاصة باش يفرق كل جسم حسب الكثافة ديالو، واللي من بعد ممكن يعزل الفيروس من هاد المكونات اللي عندها نفس القياس ديالو أو صغر. هاد العملية اللي دار شتيفان هي طريقة صحيحة باش تنقي وتعزل الفيروس من أي مكونات آخرين اللي معاه، واللي من المفروض أن كاع علماء البيولوجيا فين كيحاولوا يعزلوا وينقيوا واحد الفيروس خصهم يتبعوا نفس الطريقة. هاد العزل والتنقية اللي دار شتيفان غادي تخليه أنه يدرس الفيروس ويعرف الشكل وشنو البروتينات اللي متكون منها. عكس اللي هو معروف، لانكا غادي يكتشف ان الطحالب اللي فيهم هاد الفيروس النمو ديالهم والصحة ديالهم عموما احسن من دوك الطحالب ديال البحر اللي ما فيهمش. بهذا الاكتشاف لانكا بين ان دوك الجسيمات اللي العلماء كيسميهم فيروسات ماشي كيف كيعتقدوا انهم هما سبب المرض، بالعكس هما جزء من الجسم اللي سليم ومقاوم للامراض. لوغن هابن كورت باينر، الكذوب رجلي قصار. مع الأسف هذه المقولة ما كتنطبقش على المجتمع العلمي، وخصوصا في الشق اللي مرتبط بالطب وكاع المجالات اللي كيشمل الغرور، الكذوب والتزوير د باستور وغوبرت كوخ وغيرهم. هذه 170 عام مازال كنعيشوا في المخلفات ديالو. دابا دكتور أندرو كوفمان كيبين كيفاش بعض المقالات العلمية كيوهموا الناس انهم قدروا يحقوا فيه قوانين دريفيز الفيروس سارس كوف واحد واللي كان في 2003 واللي هو من العائلة فيروس كورونا، يعني سارس كوف جوج. فين كوفمان دقق في المقالات لقى انهم كيقولوا انهم حقوا فقط ثلاثة القوانين الاولين دريفيز، وهذا ما كيعطيكش الحق انك تقول أن كاين علاقة سببية بين الفيروس والمرض لأنك ما حققتيش القوانين كاملين. المشكل أن كوفمان لقى هذوك ثلاثة القوانين ما محقينش في الأصل، وبنفس الطريقة لقى مقالات علمية آخرين اللي خاصين بكورونا ديال دابا واللي تهما تقانون ما محقق فيهم كيف ريفز بين. الخلاصة هاد الشيء أن عندنا مرض اللي العلماء كيقولوا أنه تنقل لبنادم عن طريق خفاش في سوق الماكلة في الشينوا، واللي سبابه فيروس جديد. باش يعرفوا الناس اللي مراد من صحاح استعملوا بي سي ار تيست وتحليل الدم اللي هما اصلا ما مصيبينش باش يلقاو ليك الفيروس. رغم هذا العجز الكبير في التحاليل قال لك ان الفيروس هو السبب الرئيسي لكورونا، رغم ان حتى شي واحد ما قدر يحقق قوانين ستاد ريفز اللي ممكن تثبت بهم ان فيروس هو السبب الرئيسي في المرض. يعني بح ما كاين والو. كيفاش ما قدرتيش تعزل الفيروس؟ يعني ما كتعرفش شكل هذا الفيروس ولا مناش كيتكون. رغم هادشي كتعتمد على تحاليل اللي هامش الخطأ فيهم ما معروفش، واللي اصلا ما كيقلبوش على الفيروس ولكن على جسيمات جينية اللي العلماء كيعتقدوا انها كتكون فين كيكون الفيروس، واللي في الحقيقة التواجد ديالها ممكن يكون عنده بزاف الاسباب اخرين. بحال المثال الكرة البينج بونغ اللي في السطل اللي فيه الحديد والحجر واللي العلماء كيقول لك هي السبب اللي بها الحيط كيطيح. كل شيء كيقول ان الكرة هي السبب، لكن حتى واحد ما قدر يخرج الكرة من داك السطل ويضربها على الحيط ومن بعد يشوف شنو يطرى. على الاقل الكرة كنعرفوا انها كاينة، اما الفيروسات عموما وكورونا بالخصوص الادلة الحالية كتثبت العكس. كاع المصادر اللي تخدم بهذا الفيديو غادي تلقاوها في صندوق الوصف. سلام.